على بعد أكثر من 60 كيلومتر إلى الغرب من المكلا. وبين سلسلة المرتفعات هذه تقع بوابة العبور الرئيسية بين المكلا ومديرية وادي حجر، أكبر مديريات الساحل الحضرمي مساحة. لعقود طويلة من الزمن ظلت هذه المعبرة شاهدة على قصص معاناة عاشها ولا يزال سكان هذا الوادي يعايشونها كلما فتحت مزن السماء أبوابها. فما أن يأتي موسم الأمطار حتى تتسبب مياه السيول المتدفقة من جبال ووديان المنطقة الغربية في غمر هذه المعبرة وقطع حركة السير فيها لفترات زمنية قد تمتد لعدة أيام. مديرية حجر هي المديرية الوحيدة اللي محرومة عدة سنوات من المواصلات. عندما تجي السيول الجارفة تنقطع مواصلات لمدة أيام، وفيات تبقى بدل ما نوصلها للمكلا لو جات السيول خلاص نبقى نحن محاصرين. اليوم وبعد سنوات من العناء والمناشدات تبدو هذه المعاناة أقرب للانتهاء. فهذا جسر الحياة المعلق، الحلم الذي انتظره أهالي الوادي طويلة توشك أجزاؤه أن تكتمل. يحل هذا المشروع مشكلة أبناء مديرية حجر في هذه المعبرة الذي هي تعد المعبرة الحيوية الذي عانى منها أبناء حجر على طول السنوات الماضية. اليوم نرى الأعمال الإنشائية قائمة في المشروع وقد بلغ تقريبا نسبة الإنجاز إلى 80%. جسر الحياة وهي تسمية تعكس الأهمية التي سيشكلها الجسر في تحسين أوضاع حياة سكان وادي حجر البالغ تعدادهم أكثر من 100,000 نسمة، يعمل غالبيتهم في الزراعة من خلال تسهيل إيصال منتوجاتهم الزراعية إلى الأسواق المحلية بالمديريات المجاورة والمحافظات الأخرى. جاز هذا الجسر بيحقق لأبناء حجر صلاح الطريق. كنا نعاني يعني لو في مريض معنا ما نقدر نعبره بسبب السيول والسيارات تنقطع في مواسم التمور، يعني لا نقدر نعبر تمورنا إلا بعد أيام بسبب السيول. والحمد لله الآن بدأ إنجاز هذا الجسر بشكل يعني لم نتصوره. وإلى جانب هذا الجسر الذي خصصت سلطات المحافظة 1.5 مليون دولار لإنشائه، لا تزال المديرية ذات الجغرافيا الجبلية الوعرة بحاجة لجسر معلق آخر بمنطقة النوبة لتطوى حينها معاناة تنقلات أبناء المنطقة الغربية بالمحافظة بصورة نهائية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.